أيها الأحبة، في أسوأ اللحظات التي مرت بها تعز تواجد فيها أنبل الناس. لقد كانوا عند مستوى المرحلة وبحجم التحدي، تحدي الحرب والألم والحصار. من هنا يمكن النفاذ إلى السر الحقيقي الذي يقف خلف صمود هذه المدينة ويمنحها في غمرة المأساة صور جمالية. ولم يقتصر الأمر على مجال محدد في مجالات الحياة، ومنها النشاط الحقوقي والإنساني الذي كانت رهام البدر رائدته الأبرز لتظهر تعز بصورة متماسكة أثارت دهشة العالم. أيها الأحبة، نبقى الآن مع كلمة رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان مع القاضي أحمد سعيد المفلحي. يسر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن ترحب بكم جميعا كلا باسمه وصفته في هذا اليوم وهذه الفعالية الخاصة التي نقيمها اللجنة بأربعينيات الشهيدة رهام بدر الراحلة، عضو فريق الرصد في اللجنة الوطنية للتحقيق، والنحلة التي كانت تعمل في أغلب المؤسسات الإغاثية والإنسانية، وهو اليوم وهو في هذه الأيام التي تصادف عيد أعظم النساء وسبب وجودنا جميعا، ألا وهي الأمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى. أقف بينكم في هذا اليوم الاستثنائي لشخصية يمنية نسائية حقوقية استثنائية، وأنا في قمة حزني على خسارة ابنتي وأختي وزميلتي، وقبل هذا مدافعة جسورة عن حقوق الإنسان وصديقة للضحايا والمغيبين والمنكوبين والنازحين والمهجرين في هذا الوطن الذي يعيش أسوأ مراحله منذ عام 2014 وحتى الآن، والتي كانت تحمل هم كل هؤلاء جميعا. لقد خسرت اللجنة الوطنية للتحقيق وخسرت الحركة الحقوقية والإنسانية شخصية نادرة كانت تمثل لمحافظتها ولوطنها ولقضية حقوق الإنسان أهمية كبيرة. فمنذ بداية عملها كراصدة وباحثة ميدانية في وحدة الرصد والتوثيق في اللجنة الوطنية منذ 9 فبراير 2016 وحتى استشهادها بتاريخ 8 فبراير 2018، كانت الشهيدة رهام بدر الباحثة الحقوقية في طي المعلومات من الميدان بالدماء والمشردين وأكوام الدمار، تلتقي بالضحايا والمصابين والمبتورين والمشردين، وتستمع لأهالي القتلى والمفقودين والمغيبين، تكتب قصصهم وتخط بأناملها تفاصيل الانتهاكات التي عانوها لتحفظ في الذاكرة الوطنية من خلال إرشيف اللجنة الوطنية. ظلت الشهيدة رهام طيلة عامين كاملين عنوان التطور في العمل، وكانت لا تألو جهدا في رصد الانتهاكات وجمع المعلومات الخاصة بضحايا الحرب الذي تعرضوا للانتهاكات دون أن يضع المتسببين بالانتهاكات في حسابتهم خصوصية المدنيين وحرمة الاعتداء على أمنهم وسلامتهم. كانت رهام بدر رحمها الله السباقة في النزول في التجمعات السكنية بواسطة تعز الجريحة، تعز التي تعرضت للقصف والاستهداف وتشارك الأهالي حالة الذعر والفزع وتواسي من خلال نزولها الأمهات والثكالى والأيتام تتنقل في مديريات الجبل برغم الحصار المفروض عليها ومشقة الطرق وخطورتها، وتتواجد في مديرية السهل الغربية في تعز مع فقراء مقبنة وموزعة والوازعية. وفي مشوار عملها مع اللجنة تميزت بها، ولا نبالغ أن لم نقل إنها صاحبة أعلى رقم
في معدل الرصد خلال عامين من بين الراصدين في اللجنة الوطنية. الأخوة والأخوات، إن لقاءنا اليوم في هذه الأربعينيات الخاصة لشخصية قدمت حياتها ثمن إيمانا بقضية الإنسان اليمني والأمة في رسالة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان. نقول لأسرة الشهيدة لا تكفي كلمات العزاء والمواساة ولا نياشين ودروع وشهادات المدح والثناء والتكريم في وصف مناقب الشهيدة، ونعلم أن هذا لن يعوضكم خسارتكم وفقدانكم هذه العظيمة فيكم وفينا، ولكننا على يقين أن ما يصبركم في مصيبتكم هذه ومصيبتنا إنها الآن بين أيدي بارينا، وقد أختارها شهيدة في أقدس المهام وأعظم الأعمال. نقول لأصدقاء الشهيدة إننا نغبطكم على تلك الأوقات التي عشتم فيها بالقرب من الإنسانة بحجم الوطن، إن لم يكن بحجم كل القيم الإنسانية والمحبة لكرامة الإنسان. كيف لا وأنتم تشاركون معها خطوات حلم التغيير الدولة المدنية الحديثة، وتقاسمتم معها لحظات الملاحظات والزيارات ومخيات منازحين والمهجرين والأعيان المدمرة. وأن نذكركم بأن مهمة الاستمرار بدأت منذ يوم استشهادها، ومحبتكم لها تستدعي مواصلتكم للمشوار مشوارها في توثيق الانتهاكات وفضح الجناه ومناصرة الوطن والضحايا على ربوع اليمن. وشكرا جزيلا لكم. جزيلا على هذه الكلمة الجميلة العذبة. ماذا أقول وماذا أسطر عنك يا ريهام؟ ريهام هي صورة مكثفة لنبل الإنسان الذي واجه جحيم الحرب متخففا من الخيارات السهلة لتفادي حممها. من البداية كان يمكن تفادي الموت المخيم فوق سماء تعز، لكن ريهام بدر امرأة من طينة أخرى تماما، ففي لحظة احتدام المفاضلة في الخيارات لدى البعض كانت ريهام قد قررت الوقوف إلى جانب الإنسان المستهدف من هذا الجحيم. في أحد الأيام أو في عام 2016 تحديدا كان هناك مصاب رفض المسعفون أن يوصلوه إلى المستشفى لأن الطريق مليئة بالمخاطر. الطريق منطقة تماس كان الضرب من كل الجهات، قالوا لا يمكن أن نروح إلى المستشفى إلا بوجود أحد معنا. أعتقد لو كنا نحن في مكانها كنا قلنا لا. فريهام أبت وقالت نعم أنا سأكون معكم وسأقودكم إلى المستشفى. ذهبت ريهام إلى المستشفى وعالجوا المريض، وفي الطريق أثناء عودتهم سيارة الإسعاف الرصاص اخترقتها من كل الجهات، مات اللي اسعفته ومات بعض المرافقين، وريهام نجت من الموت بإعجوبة. فهذه هي ريهام. مهما تحدثت عنها، لو أظل أتحدث من اليوم إلى بكرة أو بعده أو يعني شهر، ما أقدر أستطيع أو ما أستطيع أني أوصفها حقه. فهذه امرأة تستحق كل الشكر والاحترام، فدعواتكم لها بالرحمة، ورجاء أقرأوا عليها الفاتحة. رحمها الله وتقبلها. إذا نبقى الآن مع كلمة الجانب الحكومي يلقيها القاضي حمود الهتار. باسم الدولة بكافة مؤسساتها وباسم الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، أقدم
خالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدة ريهام البدر ولكل المدافعين عن حقوق الإنسان، وأقدم الشكر والتقدير للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على ما بذلت من جهود خلال الفترة السابقة بحياد واستقلالية، ونقول لهم مزيدا من تلك الجهود وعلى نهج الشهيدة ريهام البدر رحمة الله تغشاها. إن استهداف الطواقم الإغاثية والإنسانية والمدنيين عموما مخالف للشرائع السماوية والمواثيق الدولية وللأعراف اليمنية، وإن حالة ريهام البدر تمثل حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان وقوانين الحرب. ولا يسعنا هنا إلا أن نجدد الدعوة لكل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان حربا وسلما، ونطالب اللجنة الوطنية بالتحقيق في كل وقائع الانتهاكات وتقديم منتهكي تلك الحقوق إلى القضاء. وأشكركم جميعا على هذا الحضور الطيب، وأشكر اللجنة الوطنية على حسن الإعداد والتحضير، وأقدر تقديرا عاليا كل الجهود التي تبذل من أجل حماية حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات التي قد تقع من هنا وهناك. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نبقى الآن مع كلمة المنظمات الدولية عنهم منظمة الهجرة الدولية. ويشاء الله عز وجل أن أقف هنا باسمي وباسم المنظمة الدولية للهجرة لأتحدث عن ريهام رحمة الله عليها وما قدمته من جهود عظيمة سواء في إطار العمل أو خارجه. شاركت ريهام في عدة تدريبات في عدن، وكانت دائما تظهر خلال التدريبات روح المبادرة في خدمة مجتمعها وبدون السؤال عن أي مقابل أو تذمر. هي كانت من الشخصيات التي يقتدى بها في حب الوطن وتقديم العون لمجتمعها. كانت ريهام دائما على استعداد لإنجاز أي مهمة يطلب تنفيذها منها. لا ينبغي أن تنتهي حياتها بمجرد رحيلها، إنما انتقلت بدنا وبقيت أخلاقها ومواقفها وعطاءاتها التي يجب أن تبقى تتفاعل في داخلنا فنعكسها كأمانة إلى مجتمعاتنا. مرة أخرى، مهما تحدثنا عن ريهام لا يمكن أن نوصفها أو أن نوفيها حقها. فهذه المرأة شجاعة قوية، لديها عزيمة وإصرار غير طبيعي. ففي إحدى المرات كانت برفقة زميلها ماهر العبسي في محافظة تعز. قصة كانت ألقوا الحوثيين القبض على ماهر ومعه ملفات تتبع للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
هذه الملفات تحمل في طياتها توثيق عن الانتهاكات التي قام بها الحوثيين. عندما ألقوا القبض كانت ريهام برفقته، أخذوهم إلى مدرسة. هذه المدرسة كانت مستهدفة من قبل طيران التحالف العربي. فتخيلوا الصاروخ، يعني أو سمعوا فقط حنة الصاروخ على طول. ما هي مسافة؟ يعني أمتار بسيطة فقط اللي كانت تفرقهم عن الموقع الذي استهدفه الصاروخ. فهذه للمرة الثانية التي نجت ريهام من الموت برفقة زميلها ماهر. البنت هذه أنا لما جيت أقرأ السيرة الذاتية حقا ذهلت. أول مرة أشوف سيرة ذاتية 14 صفحة من مختلف المحافظات اليمنية، تلقت دورات عديدة مع كلمة المنظمات. وعرفت فعلا تلك الشخصية كيف إنها ملتزمة ذاتيا تجاه ما تقوم به من عمل مجتمعي، من عمل إنساني، تجاه ما هي ملتزمة فيه فعلا بحبها لمدينتها ولبلدها وللسلام. وذلك الذي يفتقره أكيد الكثيرين، وخاصة ممن هم يقتلون مثل أرواح هؤلاء الأبرياء. ريهام تكلمت معي بحضور دورها ودور زملائها في أوقات غابت عنه في عز فترة الحرب، في أوقات غابت عنها وتخلت عن مدينة تعز المؤسسات، وقالت لم نكن لنسمح أن يتم انفلات أمني داخل المدينة، واشتغلنا ونزلنا. ريهام أعطتني من الدلالات على أنها مستعدة أن تستمر في العمل في ظل الاشتباكات وإن كان فيها خطراً عليها، لكي لا تتوقف عن عملها الإنساني. انبهرت بتلك الشخصية، ولكن أزددت ألماً بخبر قتلها بأننا لم نكمل مع بعض الجزء الثاني من المقابلة. كانت ريهام من الشخصية المؤثرة جداً في حياتي رحمة الله عليها. وبمناسبة عيد الأم اسمحوا لي أن أقول لأم ريهام: بوركتي، سلمت بطنك تلك التي أوجدت ريهام، التي لم تكن لك ابنة فقط ولكن كانت ليمن وبلد كامل ابنة. في هذا اليوم لا نعيد الحزن، إنما نكرر الدعوة بأن بذات المشوار نحن ماضون، ولن تكون فعلا. وإن أرادوا قتل مثل هذه الروح وقتل الدفاع عن حقوق الإنسان وقتل الأبرياء واستمرار في حرب لا تخدم أحدا، فكل أرواح الشرفاء والأحرار والإنسانيون في هذه البلد هي تضحية لهذه البلد. أختتم وأحييكم جميعا، والمجد والخلود لروح ريهام ولجميع الشهداء، والشفاء للجرحى والإنقاذ للوضع الإنساني التي تمر فيه البلد. شكرا. مع كلمة أصدقاء الشهيدة يلقيها الأستاذ أحمد الدميني. الحاضرون جميعا وللقادمين من مدينة الحرب والنضال والخذلان، صباح شاحب بلون الحزن ألما على من رحلوا. لم أكن أتخيل أنني سأعتري هذه المنصة ذات يوم لأتحدث عن الشهيدة ريهام، حارسة المدينة وبدر سمائها المضيء، نيابة عن أصدقائها ورفاقها.
ريهام التي كنا نستمد منها طهر النضال، ومن مواقفها لازلنا نستلهم التضحية والفداء. أجد نفسي اليوم صغيرا وأنا عاجز عن استحضار كلمات تليق بسيرة هامة عظيمة لا تتكرر، فكيف سأستجمع قواي وأحرفي المرتعشة لأحكي تفاصيل ذلك اليوم الذي كنا فيه سويا حين اغتالتها ميليشيا الحقد والغدر والإجرام؟ احترت ماذا أكتب عنك بهذه الأسطر المعدودة، بهذا الصباح الباهت وبهذه الدقائق المريرة التي لا تكفي لنحكي حتى عن نفس من أنفاسك المنهكة في جبال طالو وسهول الوازعية وموزع. لا تكفي هذه اللحظات، بل حتى الساعات وإن امتدت لأيام، أن تروي ولو قصة لإحدى دمعاتك التي ذرفتها ألماً على طفلة مبتورة وحلم مغدور. لا يسرني هنا أن أفتح حتى صفحة واحدة من كتاب ذكريات المدينة مع الراحلة، أو حتى فصل من فصول غزير عطائها الإنساني والذي لم تكن فيه مجرد راصدة للانتهاكات أو فقط حقوقية توثق الجرائم، بل كانت شاهدة على دمار وأوجاع المدينة وبلسما لجراحها. ونبقى الآن مع كلمة رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن الأستاذة فاطمة المريسي. يسعدني ويشرفني نيابة عن اتحاد نساء اليمن قيادة وقواعد أن أكون مشاركة في هذا اليوم الذي ودعنا فيه قبل 40 يوما مناضلة يمنية من أرض تعز الخلود، تعز العز والكرامة. إن ريهام البدر هي امرأة واحدة نتحدث عليها اليوم، ولكن هناك أيضا أخوات يمنيات افتقدناهم أيضا، سواء في أرض المعارك أو في بيوتهن أو أنهم يؤدوا واجبهم الوطني كريهام البدر. هذه الإنسانة المتميزة التي أثرت علينا وعلى أحاسيسنا، كانت تعطي وتقدم لكل مواطن تعز من رقعة إلى أخرى، واليوم نفتقدها. نرفع كلمتنا ونقول حمدا على هذه الأرض الطيبة التي تبنت مثل هذه، والأم الرائدة التي تحملت تربية هذه المناضلة. شكرا للجميع والسلام عليكم. نبقى الآن مع كلمة أسرة الشهيدة تلقيها أم ريهام البدر، فلتتفضل لإلقاء أسرة كلمة الشهيدة. وعين الله ترعاها وتحرسها وتصونها من العين. أنا ما أقدرش أتكلم ولا كلمة، بس أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أفتخر بريهام أحمد أخوها شهداء، الله يرحمهم إن شاء الله. وأقدم رسالة للناشطين والناشطات أن يؤدوا زي ريهام، يعملوا زيه. وأشكر اللجنة الوطنية، والسلام عليكم ورحمة الله. شرف اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بتقديم هذا الدرع تكريما لأسرة رائدة في العمل، لأسرة الرائدة في العمل الإنساني الشهيدة ريهام البدر. هذه الأم المناضلة التي أنجبت امرأة قوية ذات صلابة فلادية. شكرا لك. هناك درع آخر من وزارة حقوق الإنسان لأسرة الشهيدة ريهام البدر. هذه الأم تستحق كل الشكر والتقدير، وما هذه الدروع إلا قليلة جدا في حقك وفي حق ابنتك الشهيدة ريهام البدر.